بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحصاد الأهلي. بداية كلامنا النهاردة هتبقى عن الكلام المغلوط. في كلام طلع عبر وسائل الإعلام وبعض من السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر والكلام ده كله، بيقول إن النادي الأهلي هيفتح يوم الأربع التمرين للجمهور عشان يحضر ويأزر اللعيبة قبل مواجهة الترجي إن شاء الله يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. الكلام ده كله غلط. النادي الأهلي حتى الآن مش قادر إن هو يعمل هذا الأمر، لأن أمنيا لازم النادي الأهلي بيدرس كل خطوة كويس قوي. لو النادي الأهلي فتح المدرجات للجمهور هيبقى فيه توافد كبير جدا من كل أطياف إلا جماهير، والنادي الأهلي حتى الآن لم يتعاون مع الأمن ولم يخاطب الأمن في إن التمرين اللي جاي في الجمهور، فما فيش أي استعداد لهذا الأمر تماما. إذن ما فيش فتح للمدرجات يوم الأربعاء المقبل في مران النادي الأهلي. تمرينات النادي الأهلي حتى بداية معسكره وسفره إلى تونس بدون جماهير. ده أول حاجة في الحاجات اللي بنتكلم فيها في الكلام اللي مغلوط. وهكرر مرة تانية إن في بعض الكلام تم تداوله عبر السوشيال ميديا إن النادي الأهلي هيفتح المدرجات للجمهور في يوم الأربع المقبل عشان يأزروا اللعيبة. الكلام ده غير صحيح تماما تماما تماما. الكلام ده لم يحدث ومفيش أي تصريح من سيادة اللواء شيرين شمس بهذا الأمر، وإن حتى الآن لم يتم مخاطبة الأمن. وما دام مفيش مخاطبة ما بين النادي الأهلي وما بين الأمن يبقى مفيش فتح المدرجات للجمهور، لأن الموضوع مش موضوع إن أنا أفتح المدرجات للجمهور وخلاص، في أعداد كبير جدا ولازم يبقى الموضوع مؤمن تماما بحيث سلامة الجمهور في الأول، في المقام الأول سلامة الجمهور، والنادي الأهلي دايما حريص على سلامة وأمن جمهوره. الحاجة الثانية اللي حابب أتكلم فيها مع حضراتكم إن ابتدى الطرف الآخر في مواجهة الأهلي والترجي يبتدي يطلع تصريحات. في بعض التصريحات اللي صراحة لما بتطلع بتبين لك إن إن شاء الله النادي الأهلي ماشي في الطريق الصح، إن الطرف الثاني حتى الآن مهزوز، إن الطرف الثاني حتى الآن لسه مش مطمئن من نتيجة لقاء الذهاب. وفي بعض الأقاويل طلعت إن زمن المعجزات انتهى باعتزال أبو تريكة. أبو تريكة في وبفكر الناس بجانب في الطرف الآخر، طبعا كل الجماهير التونسية على رأسنا من فوق، وكل الاحترام والتقدير لكل جمهور الترجي التونسي وجمهور التوانسة بشكل عام، هم أشقاء. لكن في بعض الكلام بيطلع بيقول لك أصل النادي الأهلي انتهى بأبو تريكة، النادي الأهلي معجزاته انتهت بأبو تريكة، ويبدو إن هم ما ذاكروش تاريخ أو ما بصوش كده آخر مواجهة أصلا ما بين الأهلي والترجي في رادس، وسواء في الكونفدرالية أو في دوري أبطال أفريقيا اللي الأهلي كسبهم ما كانش فيهم أبو تريكة. فكر كده مع حضراتكم إياب الفاينل بتاع 2012، اللقاء النهائي اللي أقيم في تونس والترجي التونسي هزم أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف. أقول لحضراتكم التشكيل: راس المرمى شريف إكرامي، خدوا بقى محمد نجيب، وائل جمعة، مساكين، باك يمين أحمد فتحي، باك شمال أحمد شديد قناوي، كانش سيد معوض اللي هو طبعا كابتن سيد معوض اللي في الجهاز الفني، واحد من أفضل الظهراء اللي في الجانب الأيسر عبر تاريخ الكرة المصرية لم يلعب هذا اللقاء. خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، ولا في أبو تريكة ولا في بركات. وبصوا بقى خط الهجوم: محمد ناجي جده والسيد حمدي، ولا في بركات ولا أبو تريكة ولا عماد متعب ولا فلافيو، فلافيو كان مشي، وكمان مفيش سيد معوض، والنادي الأهلي بمن حضر. وأدي أمام حضراتكم وأدي جمهور النادي الأهلي العظيم اللي سافر مع النادي الأهلي وكان واثق على الرغم من نتيجة لقاء الذهاب، تعادل 1-1. ذهب جمهور النادي الأهلي، النادي الأهلي في هذا اللقاء لم يلعب فيه نجمه محمد أبو تريكة، لم يلعب فيه هذا اللقاء محمد بركات، لم يلعب عماد متعب، ولكن النادي الأهلي نجح بجماعيته إنه يفوز ويقهر الترجي على أرضه وسط جماهيره. ده واحد من اللقاءات، وادي حضراتكم بتشوفوا الأهداف: سيد حمدي، وليد الهشري، مواجهة عدى الراجل وعمل العرضية، جده ما بيكذبش خبر كعادته، وبيحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في هذا اللقاء قبل أن يحرز وليد سليمان واحد من أفضل الأهداف، ويبقى النادي الأهلي متقدم بثنائية قبل أن يحرز المحترف الكاميروني في هذا التوقيت النادي الترجي هدف الترجي الوحيد. وده الهدف الثاني من أجمل ما يكون لوليد سليمان اللي إن شاء الله كابتن حسام البدري من المتوقع أنه هيديله البداية في تشكيل النادي الأهلي في لقاء السبت المقبل. نفس الشيء، نادي الأهلي واجه الترجي التونسي في الكونفدرالية، فاز ذهابا وإيابا، فاز ذهابا بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وما كانش فيهم أبو تريكة برضو في هذا اللقاء،
كانش ابو تريكه بيلعب في 2015، كان اعلن اعتزاله، وكان عبد الله السعيد احرز هدفين في استاد الجيش بالسويس، وكان مؤمن زكريا احرز الهدف الثالث. وفي لقاء الاياب احرز جون انتوي هدف الفوز الوحيد، وفاز الاهلي في تونس بهدف مقابل لا شيء، بدون ابو تريكه، بدون بركات، بدون وائل جمعه، بدون سيد معوض، بدون عماد متعب، بدون النجوم الكبار اللي برضو ادوا للنادي الاهلي العديد والعديد من الانجازات والبطولات. اذا الاهلي بمن حضر، الاهلي فريق جماعي، مهما كان قيمه وكينونه النجم الكبير محمد ابو تريكه، واحد من اعظم اللاعبين في تاريخ الكره المصريه وليس النادي الاهلي بالاخص، ولكن الاهلي بمن حضر. الاهلي فاز في هذا اللقاء وابو تريكه وبركات وعماد متعب قاعدين على دكه الاحتياط. اذا للطرف الثاني الكلام ده بل بالعكس، ده بيزود عزيمه لعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي واثق تماما من فرقته، واثق تماما من الاداء اللي شافه في اللقاء الاول، لقاء الذهاب، حتى وان كانت النتيجه ايجابيه بعض الشيء، حتى وان كان في هدف النادي الاهلي هو اللي احرزه في مرماه، ولكن دائما العبره بالخواتيم. هو ده اللي يعرفه النادي الاهلي، هو ده اللي يعرفه جمهور النادي الاهلي عبر التاريخ. 8 بطولات دوري ابطال افريقيا، فيهم 3 بطولات النادي الاهلي بيحرزهم في ارض المنافس، بياخدهم من ارض المنافس عبر يعني عكس اتجاه التيار. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. فبنرد على الجانب الاخر وبنقول له ابقى ذاكر كويس قوي قبل ما تتكلم، لان اللي بيطلع يتكلم بيطلع يتكلم وخلاص، وده مش عيب الصراحه، ده عيب يعني الفتره الاخيره الوسط، كله بيتكلم وخلاص وكله بيفسد وخلاص من غير ما يكون عنده المعلومه الصحيحه. هخش مع حضراتكم في بقى تدريبات النادي الاهلي. النادي الاهلي اليوم بدا اول تدريب بعد الراحه اللي اداهم كابتن حسام البدري يوم امس، وتدريبات استشفائيه لبعض من مجموعه الاساسيين في تمرين النادي الاهلي. النهارده كان الامس اقيم التمرين الاول في ملعب التتش بالجزيره، دي الكابتن حسام البدري موجود والكابتن ابو العيله. والتدريبات الاستشفائيه احمد فتحي، سعد الدين سمير، محمد نجيب، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، جونيور اجاييه، وليد ازارو، دول المجموعه اللي لعبت لقاء الترجي الاولاني وكانوا مشاركين بصفه اساسيه وعملوا بعض التدريبات الاستشفائيه. التدريبات الاستشفائيه دي نوع من انواع اعاده الجسم واعاده العضله في انها تاخد الاستشفاء عشان تقدر تدي مجهود عالي بدون اي التعرض لاي اصابه. انا بس عشان موضوع الاستشفائي ده في بعض من الجمهور بيسمعه كتير وما بيبقاش فاهم يعني ايه استشفائي. هو موضوع ريكفري، موضوع اعاده وضع العضله الى النظام الصحيح انها تقدر تؤدي مجهود عالي، مجهود بدني عالي بدون التعرض لاي من الاصابات، سواء نزل سواء اي حاجه من الاصابات اللي ممكن تبقى مزمنه بسبب المجهود العالي. ميدو جابر انتظم ايضا في التدريب الجماعي وكان عنده اصابه في العضله الضامه، وباسم علي الظهير الايمن دخل كمل برنامجه التاهيلي ودخل في الجيم واستكمل البرنامج بتاعه بعد ما كان قام ببعض التدريبات مع الفرقه. وغاب احمد حمدي واحمد ياسر ريان عشان كانوا بيشاركوا في دوري الشباب مع مواليد 98. سياده اللواء شيرين شمس مدير التنفيذي للنادي الاهلي كان حريص ان هو موجود في التمرين عشان يطمئن على اخر استعدادات الفريق. وبرده هركع واكرر لحضراتكم، مدام سياده اللواء شيرين شمس لم يصرح ان النادي الاهلي هيفتح مدرجاته للجماهير، يبقى الكلام ده كله غلط. هو ده المضمون اللي في بعض من الكلام المغلوط والاخبار المغلوطه اللي طلعت ان النادي الاهلي يفتح المدرجات للجماهير، وده برضه عشان جمهور النادي الاهلي لازم يكون له وعي. هرجع اتكلم مع حضراتكم مواجهه السبت المقبل، وادي واحد من ابرز نجوم القياده الفنيه في النادي الاهلي انيس الشعلالي والتدريبات البدنيه، يعني الصراحه الراجل ده عمل مجهود كبير جدا وعمل شغل بان حتى في لقاء الترجي. النادي الاهلي من الناحيه البدنيه بيفرق مع اي فريق بيلعب. بان الكلام دوت في الدوري العام، بان امام نادي الزمالك، بان امام النادي المصري في نهائي كاس مصر، بان امام الترجي الشوط الثاني. دايما هقول لحضراتكم بعد الدقيقه 60 الفرقه اللي بتبقى واقفه على رجليها وبتبقى قادره انها تبقى ماسكه زمام الامور وتتحكم في مجريات المباراه، معدل الجري فيها ما بيتاثرش، هي دي اللي بتبقى عندها الجانب البدني عالي، وده الفارق ما بين النادي الاهلي
كل من المنافسين. واحنا معنا على الهاتف الناقد الرياضي محمد العراقي، الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. مساء النور كابتن محمد، ومساء النور على مشاهدين قناة الأهلي الكرام. عايزين نعرف منك اخر ازاي شفت اخر استعدادات النادي الاهلي في تمرين اليوم، خاصه ان ابتدت بقى الاستعدادات لمواجهه المرتقبه يوم السبت ان شاء الله المقبل، اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي. طبعا يعني النهارده يعني كان في حاله كبيره جدا من التركيز، وحاله كبيره جدا من الاهتمام الكبير جدا بالمباراه، مباراه الترجي ان شاء الله يوم السبت. صفوف مكتمله، فيتو جابر اعلن جاهزيته، تقريبا كده كل اللعيبه جاهزه لمباراه الترجي. كابتن حسام النهارده عمل محاضره طويله جدا مع اللعيبه، اتكلم فيها عن حاجات كتير، ابرزها ان هو اتكلم معاهم ان هو يعني عنده ثقه كبيره جدا في اللعيبه، عنده ثقه كبيره جدا في قدره الاهلي، قدره لعيبه الاهلي ان هم يقدروا يحققوا الفوز في رادس ومن ثم الصعود لدور نصف النهائي. كابتن حسام اتكلم مع شريف اكرامي يعني على انفراد، واتكلم معاه ان هو حارس كبير، وان هو قادر ان هو يعدي الكبوه اللي حصلت في ماتش الذهاب، وان هو بيثق فيه ثقه كبيره، وما بيلتفتش للكلام اللي بيتقال عليه في الفتره الاخيره في اليومين اللي فاتوا دول. طبعا يعني برده كان الجلسه تم برده الكلام مع مهاجمين الفريق، لازم استغلال الفرص في مباراه العوده، خلاص ما فيش امكانيه خلاص ان احنا ممكن يبقى فيه اهدار، خصوصا مباراه خارج الارض دي زي ما احنا عارفين بتبقى يعني الفرصه بتيجي بصعوبه شويه غير لما تبقى بتلعب في ارضك. فاجتمع برده الحديث مع المهاجمين ان هو لازم يبقى فيه استغلال كتير للفرص، خصوصا ان اهدار الفرص في مباراه الذهاب هو اللي حط الاهلي في المأزق ده. الاهلي لحق فيه فرص كتير جدا في ماتش الذهاب كانت كفيله ان هي تخلص الماتش من مباراه الذهاب، كانت مباراه العوده تحصيل حاصل، بس للاسف ما كانش فيه توفيق. وطبعا يعني الحكم برده يعني تعب بشكل كبير برده في خروج النتيجه بالشكل ده، والمساعدين بتوعه خصوصا المساعدين يعني في احتساب التسللات الوهميه اللي تم احتسابها في المباراه. فاعتقد يعني ان في حاله كبيره من التركيز، حاله كبيره من التفاؤل يعني، ودي حاجه. محمد عايز اسالك، هل اكتفى التمرين النهارده بالمحاضره والتدريبات البدنيه، ولا كان في تقسيمه وبعض التمرينات الاخرى؟ لا طبعا كان في تقسيمه، وكان في اهتمام دلوقتي طبعا يعني في زي اعاده اهتمام بالكرات الثابته، زي ما احنا شفنا ان الكرات الثابته هي اللي كان منها الهدفين بتوع الترجي في ماتش الذهاب، كره فاول وكره في الضربه الركنيه، الجولين اللي جم للترجي. كابتن حسام اكد على موضوع لازم يبقى في تعامل امثل مع الكرات العرضيه سواء في الحاله الدفاعيه او في حاله الهجوم. برده كان في برده يعني استخدام طريقه جديده، كابتن حسام واضح ان هو يعني هيلعب بطريقه مختلفه في ماتش العوده، خصوصا ان هو يعني اتكلم ان هو عارف ان في هتبقى تغييرات كبيره في تشكيل الترجي، يعني هو متوقع ان هيبقى في تغييرات كبيره في تشكيل الترجي في ماتش العوده. هيتم الدفع بلعيبه كانت قاعده احتياطي في المباراه الاولى، هيتم الدفع بيها بشكل اساسي في مباراه العوده زي فخر الدين بن يوسف. فاعتقد يعني ان ده هيبقى هيواجهه يعني الناحيه الثانيه ان هيتم تغيير طريقه اللعب. برضو بالنسبه للتشكيل واضح ان التشكيل، طيب عايز اسالك بقى بمناسبه التشكيل، ازارو شارك في التمرين بشكل عادي؟ لا ازارو جاهز، يعني هو خلاص يعني هو عمل اشاعه اثبتت سلامته ان هو ان شاء الله جاهز للمباراه، كان عنده اصابه في الكتف بس هو ان شاء الله جاهز. وهو حتى يعني كابتن حسام اتكلم مع ازارو بشكل محدد ان هو بيعول عليه كتير قوي في ماتش العوده، ان هو ان شاء الله يقدر يهدف في مباراه العوده ويقدر يحقق الفوز في الاهلي. طيب ناقدنا الرياضي محمد العراقي، محمد عراقي الناقد الرياضي باليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا. اذا في كلام مهم جدا، اول حاجه هبتدي ب اخر ما جاء في المداخله، وان اللاعب وليد ازارو جاهز لمواجهه الترجي بعد الاشعه اللي اجراها على الكتف، وكان تعرض لكدمه شديده، ولكن وليد ازارو اصبح جاهز وشارك في التمرين بمنتهى القوه، وكابتن حسام البدري حتى اجتمع بيه واداله حته من الجانب النفسي. في حاجه برضو لفتت ان ادي المقابله اللي كانت ما بين كابتن حسام البدري ووليد ازارو والجانب النفسي، والكلام اللي ما بين والعلاقه اللي ما بين المدير الفني ولاعبته بتفرق كتير جدا مع اللعيبه. الجانب النفسي ده من اهم عوامل كره القدم، في اربع عوامل مهمه في كره القدم، العامل الرابع فيها هو العامل النفسي، ومن اهم عوامل النجاح. ممكن تكون اقل فنيا، ممكن تكون اقل تكتيكيا، ولكن لما بيكون عندك عزيمه وروح واصرار على القتال بتبقى ممكن الكفه تبقى في ناحيتك. لما تكون كمان بقى
عندك جاهزيه فنيه كبيره جدا وجاهزيه بدنيه زي لعيبه النادي الاهلي ومعاك عامل نفسي مؤثر جدا تبتدي تصنع البطولات وتصنع الامجاد. ايضا الحوار ما بين الكابتن حسام البدري وما بين شريف اكرامي كان اهم للغايه. كابتن حسام البدري عنده من الخبره انه ازاي يلم الفرقه ويقفل على الفرقه في هذا التوقيت. لعيبه النادي الاهلي بعد ما شافوا الجمهور العظيم اللي كان في لقاء الذهاب في برج العرب مش محتاجين تحفيز زياده، خلينا واقعيين، لعيبه النادي الاهلي محتاجين الوضع الاستراتيجيه بتاعه لقاء العوده زي ما قال ناقدنا محمد العراقي ان الكابتن حسام البدري الان بيدي نقاط ازاي انا هلعب طريقه لعبي امام الترجي وانا بلعب للفوز في تونس، هو ده الاطار الاكبر اللي بيركز فيه واحد بقيمه الكابتن حسام البدري من المديرين الفنيين الاكفاء اللي عنده الصراحه رؤيه كانت مهمه جدا. وشفنا الشوط الثاني النادي الاهلي تسيد تماما من الناحيه الفنيه وايضا من الناحيه البدنيه، ولازم ادي دور الكابتن انيس الشعلالي اللي الصراحه عامل دوره على اكمل وجه، ده كان ابرز ما جاء في تدريبات الاهلي اليوم. اهلا بيك عبد الله الشامي. عبد الله الشامي ينضم الى كتيبه اللاعبين في النادي الاهلي وينضم لتدريبات النادي الاهلي اليوم. وصل اللاعب السوري عبد الله الشامي المنضم مؤخرا لصفوف الفريق الى مقر النادي الاهلي بالجزيره، وادي صور استقباله ليبدا مشواره مع المارد الاحمر. صراحه تصريحات عبد الله الشامي واحد من اللعيبه اللي بتلعب في منتخب تونس، لعيب دولي، وقال ان محمد ابو تريكه وحبه الشديد ليه، وايضا قد ايه هو بيحب النجم العالمي سيرخيو راموس طبعا مدافع نادي ريال مدريد. دي حاجه من الحاجات اللي بتدي لك ان هذا اللاعب لديه طموحات وعايز يحقق شيء. على فكره اللاعب عبد الله الشامي كان موقع لاحد الانديه اللبنانيه ولكن النادي الاهلي حاجه ثانيه، وهذا الرجل الدكتور عصام سراج الدين المدير التعاقدات بالنادي الاهلي راح للبنان عشان يتم الصفقه. وبالفعل اضاف الشامي ان لولا تواجد الدكتور عصام سراج الدين كانت الصفقه هتبقى فيها مشاكل كبيره جدا، ولكن الحمد لله النادي الاهلي استطاع الحصول على خدمات هذا اللاعب، وان شاء الله نتمنى ان هو يكون اضافه قويه جدا لدفاع النادي الاهلي، وهو كان اقترب من الانضمام لصفوف نادي الصفا اللبناني، وقال ان هو ايضا كان عنده العديد من العروض ولكن هو فضل النادي الاهلي وهو متطلع الى مساعده زملائه في الفريق للوصول الى اعلى المكانات، وهو كان عنده تجربه في الدوري البحريني من قبله ايضا في بعض الدوريات العربيه، ولكن النادي الاهلي مختلف تماما عن الكل. وبرضه تحدث عن تجربه منتخب سوريا اللي الصراحه كلنا مبسوطين جدا منها وبندعم الشعب السوري ومنتخب سوريا والانجاز حتى الان انه في تصفيات كاس العالم هذه المكانه وهذا الترتيب اللي وصل اليه المنتخب السوري، ده شيء صراحه يحسب للجميع. مرة تانية نقول لعبد الله الشامي اهلا بيك في النادي الاهلي ونتمنى ان انت تكون خير دعم لدفاعات الفريق. معنا خبر صراحة مثير للدهشة ومثير لحاجات كتير جدا، وابرزها ان انت مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي وبناء على ايه بيتم اخذ القرارات داخل اللجنه الاولمبيه. كابتن حماده المصري عضو اللجنه الاولمبيه المصريه كان ضيف عندنا هنا في النادي الاهلي مع الزميل شادي محمد وتحدث عن موضوع اللائحه الاسترشاديه وقال ان هي لم تعرض على اعضاء اللجنه الاولمبيه بشكل جيد ولم يتم دراستها جيدا وتم اعلانها وقال بدون الاسترشاد الجيد وعملت بعض المشاكل مع الانديه ابرزها النادي الاهلي. وضعيه وقانونيه ان النادي الاهلي عقد جمعيته العموميه على يومين موقفه سليم جدا، ودي حاجه من الحاجات اللي ايضا هو كان متعجب منها. المدهش في الامر ان تم ايقاف الكابتن حماده المصري وكان في رد فعل من السيد هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه المصريه، وكان رد الفعل سريع مع الكابتن حماده المصري اللي طلع وصرح ان الموضوع لم يدرس جيدا. وغير الكابتن حماده المصري كل خبراء اللوائح والقوانين طلعوا قالوا ان اللائحه فيها العديد من الجوانب التي لم يتم دراستها جيدا. فالمدهش ان انت دلوقتي كنادي اهلي
عندك نزاع الى حد ممكن نقول نزاع ما بين النادي الاهلي وما بين اللجنه، او خلاف ما بين النادي الاهلي وما بين اللجنه الاولمبيه، ومش لاقي رد فعل حتى الان في مماطله من اللجنه الاولمبيه، ما فيش رد رسمي. لماذا لم يتم اعتماد لائحه النادي الاهلي؟ خلينا بس نطلع نشوف تصريحات الكابتن حماده المصري ونرجع ونكمل كلام. مين اللي عمل لائحه؟ الوزاره. احنا ما عملناش حاجه. احنا ما عملناش حاجه. الوزاره اللي عملت اللائحه دي. احنا ما عملناش حاجه كلجنه اولمبيه. كابتن معلش. حضرتك عضو في اللجنه الاولمبيه. عشان كل جماهير الاهلي انا ما اعرفش اللي احنا هنتكلم في الموضوع اصلا، ومش مخططين. الكابتن قال عايزين نتكلم كوره والترجي وبتاع، فلو سمحت مين اللي عمل اللائحه الاسترشاديه؟ وزاره الشباب والرياضه. احنا بصمنا عليها في ساعه كان قبل الفطار، انا بقول لك اهو بالظبط كده، حتى حاولنا نتناقش مفيش وقت. مفيش وقت، خد بالك مفيش وقت. الوزاره بص عشان ما نظلمش المهندس هشام حطب واللجنه الاولمبيه يا جماعه. احنا يا جماعه في حاجات غصب عننا عملناها عشان خاطر الظروف وتنسيقا ما بين الوزاره والمهندس هشام حطب. لكن احنا عملناها، المهندس هشام حطب مظلوم في حاجات كتير جدا. انا هضطر ليه اعتراض على حضرتك. اعترض. اول حاجه حضرتك بتقول لي الوزاره هي اللي عملت، احنا بصمنا. أيوة. فده حاجه. أيوة. حضرتك قلت لي، انا بسال حضرتك دلوقتي على ازاي اتحطت في الجريده الرسميه، وانت قلت لي 10 افراد وانا قلت لك كلهم اسماء محترمه، قلت لي ما نعرفش حاجه، ده القرار طلع من غير ما نعرف. بالظبط. ده كده ادي موقفين. ماشي. طب عندي حاجه جت في بالي دلوقتي، عشان تمام. النادي الاهلي هيلجا للجنه، هيكسب المنازعات في اللجنه الاولمبيه الدوليه. اللجنه الاولمبيه الدوليه. او لجنه المنازعات المفروض. فض المنازعات بره. لا فض المنازعات هنا. هنا ما تنفعش. مين اللجنه كده؟ بص لا انا عايز اعرف، انت حضرتك عضو في اللجنه الاولمبيه عشان خاطر ريحني وريح جماهير كتير. انا هريحك. بس في حاجات ما ينفعش اقولها شادي. ليه ما ينفعش؟ معلش معلش حفاظا كابتن، الموضوع ده خطير. متعلق بيه جمعيه عموميه محترمه، اعلاميين زايده، الضمير مش موجود. اولا انا انت عارف بتثبت ايه يا كابتن؟ بتثبت لي دلوقتي قدام مصر كلها، انت قلت لي في حاجات ما ينفعش، انا مش عايز انفع بس نوضح للناس. طيب. الناس اتهمتنا احنا، ولاد الاهلي اللي على باطل، اتهمونا اللي احنا بننافق وتابع مجلس فلان وتابع مش تابع مجلس فلان. يا كابتن اللي انت بتقوله لي ده بينصر صوت كلمه الحق في البلد دي. كويس كويس كويس. انا بسال سؤال، اللجنه يا كابتن، في لجنه للنادي الاهلي هيروح لها اتشكلت؟ انسى اللجنه دي خالص. لا مفيش. في لجنه. مين؟ في لجنه هقول لك عليها. هي احنا ايه اللي دخلنا في المشكله دي؟ حاجتين اتنين. ايه هم؟ تعنت من اللجنه الاولمبيه وكبر من النادي الاهلي. خد بالك عشان نكون برضه واضحين. اللجنه الاولمبيه تعندت. ليه؟ مش عارف. النادي الاهلي من مسانده الوزاره ليها؟ لا النادي الاهلي نفس القصه. ليه؟ انا النادي الاهلي معلش انا هقف بس عايز اعرف نقطه، هو اتعندت مع النادي الاهلي ليه؟ لما انا هقول لك اهو. لا ما هو في اتنين. انا النهارده مش جاي يعني هاجم اللجنه الاولمبيه ولا دافع عن الاهلي. لا احنا مش او العكس. الموضوع جه بالصدفه كابتن. ماشي ما انا جاي اهو، انا جاي لك واحده واحده. النادي الاهلي برضه تعامل الموضوع بكبر. انا عندي لجنه اولمبيه وعندي وزاره، دول كيان كبير لازم اتعامل معاه برضه كبير. تمام. مهما كنت انا كبير انا عندي منظومه وانا متفق اشتغل بيها. وانا متفق. الحاجه الثانيه، انا كلجنه اولمبيه وانا قلت الكلام ده مهندس هشام حطب، ما ينفعش اتعاند مع النادي الاهلي. ليه؟ ما عندكش حاجه في اللائحه ولا في القانون تمنع النادي الاهلي يعمل الانتخابات على يومين. انتخابات بالنسبه مش الانتخابات اللي هي التصويت على اللائحه بتاعت النادي. خلاص. فانت ما عندكش الكلام ده. ما عندكش الكلام ده، يعني انت في الاخر الاهلي عامل على يومين. الاهلي 160 الف ونادي المطريه في الدهليه 330، اعمل نادي الاهلي زي نادي المطريه في الدهليه؟ ده 330 وده 160 الف. ما هو برضه لازم يا جماعه، لو جه 50 الف مره واحده هيقفلوا الجزيره. لو جه 50 الف، افرض النادي الاهلي النهارده كله جه، ال 160 الف جه 50 الف هيقفلوا يا جماعه. احنا برضه انا بقول اهو بمنتهى الامانه، احنا كلجنه اولمبيه ممكن بعد الكلام ده ما يطلعكش تاني لو احنا لا انا ما حدش يمنعني. لا ما حدش يمنعني، انا ولا يجرؤ حد يمنعني. لا يجرؤ حد يمنعني ان انا اتكلم. انا بتكلم كلمه اللي انا شايفه. احنا كلجنه اولمبيه تعاملنا مع الاهلي بطريقه مش كويسه. الاهلي اتعامل مع لجنه اولمبيه بكبر. وده ما صحش. الاهلي كان كبير
وكان احنا نحترمه واللجنه الاولمبيه كان كبير ولابد ان نحترمها. صراحه الفيديو وكلام كابتن حماده المصري بيعبر لك على الدهشه، دهشه ان كيف تدار الرياضه المصريه اللي المفروض المنوط بيها انها ترتقي بالرياضه المصريه اللي بتنافس وبتحقق انجازات للمنتخبات المصريه او البعثات الاولمبيه اللي بتذهب بتشارك للاولمبياد. لما يكون عضو لجنه اولمبيه يقول لك جت علينا واحنا في ساعه فطار وما شفناهاش ويا دوبك بصمنا عليها وتم يعني طرحها للانديه. دي واحد. الحاجه الثانيه في تعنت من اللجنه الاولمبيه، ده اثنين. كبر من نادي الاهلي، ده ثلاثه. ولكن انا هرد في هذا الشان بان النادي الاهلي لم يتعامل بكبر بل تعامل بتساؤل. مفيش زي ما الكابتن حمام المصري قال، مفيش حاجه في اللائحه بتدفع النادي الاهلي انه يعمل اجتماع خاص، اجتماع خاص لتصويت على لائحه النادي الاهلي، وده مش جمعيه عموميه ولا عاديه ولا غير عاديه، ده اجتماع خاص. يعني حتى مكتوبه في اللائحه ماده 4 يقول لك تعقد يعني تعقد الانديه اجتماعا خاصا، حتى منصوب في اللغه العربيه اجتماعا خاصا، ما حطش اي ضوابط لهذا الاجتماع، ما قالش ان هو هيكون ملغي في حاله ان هو يقام على يوم واحد بشكل واحد، هو حدد النصاب اللي هو 12500 طالب. النادي الاهلي جاله 15000 او ما يقرب ال 15، بعض منهم او اغلبيتهم كانوا مؤيدين وبعض كان معارضين للائحه. المهم ان هو راح وانت عايز تفعل دور جمعيه عموميه انها تقول صوتها ايه. طب لما الناس دي تروح وانت ما حددتش اي شيء في البند اللي انت حاطه في اللائحه عشان تطرحه على الانديه وتجبر الانديه على تفعيله في هذا الامر، اذا فين الكبر؟ النادي الاهلي بيرد في كل ردوده انا محتاج قانون يقول لي، يرد عليا ان في ماده في القانون بتقول ان انا ما ينفعش اعمل اجتماعي الخاص، وما بين الخاص مليون مليون خط، اجتماعي الخاص على يومين. فاذا في تعنت من اللجنه الاولمبيه غير مبرر. بعدين في حاجه ثانيه، الكابتن حمام المصري قال على طول النادي الاهلي هيكسبها، وفين في اللجنه الاولمبيه في فض النزاع الدولي. فالزميل شادي محمد لما ساله على طب واللي هنا؟ قال له مفيش هنا. وحتى الان احنا مش عارفين، النادي الاهلي حتى بيحاول ان هو يذهب لفض النزاع في اللجنه الاولمبيه المصريه، هي حتى لم تشكل، حتى الان لم تشكل. وما نعرفش هيبقى المصير بتاعها ايه، وما تعرفش اي حاجه، هي الموضوع بالبلدي كده اتعمل ويلا وخد وادي لائحتك واتطبق عليك وخلاص. ايه السبب؟ ما تفهمش. ايه الهدف؟ ما تفهم. وده للاسف لما تضر مؤسسه بقيمه النادي الاهلي انت بتضر الرياضه كلها. والموضوع للاسف البعض خده كتعنت شخصي من شخص رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس النادي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. طب فين مصلحه الرياضه؟ فين مصلحه الرياضه؟ وفين الكبر اللي النادي الاهلي عمله في انه بيرد يا جماعه هو اللائحه ديت مش صحيحه؟ يا جماعه اللائحه دي مفيش حاجه، مفيش قانون قال لي ان انت بتعمله ده غلط، ده شويه تصريحات وخلاص. وبعدين لما يطلع عضو في اللجنه الاولمبيه يطلع يقول الحقيقه، يكون الرد الفعل على طول كده بالايقاف؟ وتسيء اليه، تسيء الى ايه؟ الراجل طلع قال الحق، الراجل طلع قال الحق، طلع قال ان مفيش دراسه، طلع قال ان الرياضه المصريه واللجنه الاولمبيه المصريه بتشتغل اي شغل وخلاص. وللاسف احنا عندنا عشوائيه في كل حاجه بيتم فيها اي حاجه اداريه في مصر، وعشان كده ما بنحققش حاجه. وده اهم الاسباب، عايز تعمل انجازات، عايز تعمل اي اضافه، عايز تحقق مردود، لازم تدير الموضوع بدراسه، لازم تجيب الخبراء اللي يحطوا لك لوائحك، الخبراء الفنيين هم اللي يشكلوا لك فرقهم، هم اللي يحطوا لك خطه وبرنامج عشان في المحصله انك تصل الى نتيجه. الكلام ده ما بيحصلش للاسف في مصر، عدا بعض المؤسسات اللي من رحم ربي ومنهم النادي الاهلي هو اللي بيدرس صح، بيجيب الناس الفنيين في المكان الصح عشان النتيجه بتلاقي فيه بطولات. فعشان كده النادي الاهلي يسبق العديد من المؤسسات، منها مؤسسات واللجنه الاولمبيه المصريه، النادي الاهلي يسبقها في كيفيه الاداره والتنظيم.
اخرج من العك اللي احنا شايفينه في الرياضه المصريه ونروح اللي هي حاجه مهمه جدا، وازاي موقع الويفا بيشوف نجمنا محمد صلاح. محمد صلاح يتم وصفه من الموقع الرسمي للتشامبيونز ليج وموقع الاتحاد الاوروبي لكره القدم بان هو بطل ليفربول. محمد صلاح ما شاء الله في 5 مباريات بيحرز 4 اهداف، غير دوره الفعلي، غير ان هو بقى اصبح العامل المؤثر في هجوم ليفربول. في ساديو ماني، في فيرمينيو، في كوتينيو، في فينالدوم، في لعيبه كبار جدا، ولكن نجمك المصري محمد صلاح اللي كان في ناس كتير قوي بتقول لك هيفشل في الدوري الانجليزي اصل هو في تشيلسي راح وما عملش حاجه عشان ما خدش فرصته، ولكن مع مدير فني محترم اداله واحترم موهبته وامكانياته، وهو اتعلم كتير جدا من تجربته في ايطاليا، اتعلم كتير جدا من تجربته السابقه في تشيلسي، طور اداؤه وطور شكله وطور كل شيء، واصبح محمد صلاح لعيب على اعلى مستوى في الكره الاوروبيه، ويخلي ان هو الاتحاد الاوروبي لكره القدم ان يصفه ببطل ليفربول، يخلي ان هو في التشكيله المثاليه للاسبوع الاول في دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، ويخلي زميله فاينالدوم النجم الهولندي بان محمد صلاح وايضا اللاعب تشامبرلين، ولكن هو يعني اختص بصلاح في المدح بان هو ما شاء الله عنده حلول كبيره جدا جدا جدا، وان هو بيجلب للفريق سرعه عاليه ويتمتع بامكانيات تقنيه، وهو بس ما بيحرص اهداف بل بيلعب دور ايجابي كبير جدا في كيفيه صناعه الهجمه وبناء الهجمات، وايضا عنده دور ايجابي فعال في الناحيه الدفاعيه. اذا هو وصف لك محمد صلاح في كل نواحيه، وما شاء الله من جد وجد، فخر للمصريين وفخر للعرب، لعيب على اعلى مستوى من الناحيه الخلقيه، على اعلى مستوى من الناحيه الفنيه، ودائما ما شاء الله محمد صلاح في تطلع. وفي بعض من الجمهور ينتظر من صلاح ان كل كره تجيله جون زي ما بيحصل مع ميسي وكريستيانو، ولكن ميسي وكريستيانو هما ميسي وكريستيانو، محمد صلاح بيشق طريقه في النجوميه، وبرضه بطلب من بعض الجمهور الصبر عليه لانه مش كل كره هو بيذهب الى المرمى كثيرا، وده هي الإيجابية اللي بيحتاجها المدرب، ولكن الجمهور عايز كل كرة صلاح يبقى نهايتها في الشباك، لكن ما شاء الله هو ابتدى يعني يعدل الموضوع دوت وبيحرز هدف ورا هدف في كل مباراة لفريق ليفربول. تحية كبيرة جدا لنجمنا المصري ونتمنى له دائما التوفيق. حكم المحرك في انجلترا وخبر يستحق الوقف، منع وين روني نجم مانشستر يونايتد الهداف التاريخي لفريق مانشستر يونايتد، واحد من ابرز هدافين انجلترا، الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا وتاني هدافين الدوري الانجليزي، منعه من القياده لمده عامين. وين روني كان عنده سهره في احد البارات وهو مخمور او وهو سكران بالبلدي، طلع ساق عربيته الدورية وقفته، فاتضح ان هو مش في حالة تتيح له ان هو يتم القيادة، فراح واتحاكم وصدر قرار من المحكمة انه وقفه عن القيادة لمدة عامين. مش كده وبس، الحاجة التانية اللي صراحة دول اوروبا متقدمة فيها، الاضافة التانية في الحكم انه عليه عمل اجتماعي كل اسبوع لخدمة المجتمع الانجليزي. ايه بقى الدور الاجتماعي؟ ان يروح مدرسة من المدارس ويتكلم معاهم يعني ايه تبقى شخص ناجح في حياتك، ان يروح مستشفى او يروح ملجأ ويبقى فيه حوار ما بينه ويبقى فيه دعم منه لهؤلاء الاطفال، ان يروح للمحتاجين، انه يساعد المجتمع في الارتقاء باي شكل من الاشكال، لان جل من لا يسهو، و الناس مش كلهم انبياء والكل يخطئ، ولكن هناك بص بقى رد فعل روني، قال لك كلام المحكمه صح وانا كنت غلطان واستحق اللي حصل. والدور الايجابي والسوشيال ريسبونسبيلتي او الدور المجتمعي، وين روني هو افضل موهبه انجليزيه في العصر الحديث، عدى ديفيد بيكهام وعدى مايكل اوين وعدى بول جاسكوين وعدى حتى
روبي فاولر وعدى ناس كتير جدا في الكره الانجليزيه. نتائجه وانجازاته، الراجل حصل على تشامبيونز ليج مع مانشستر يونايتد، حصل على الدوري الانجليزي، شوف كم مره مع مانشستر، حصل على كل البطولات وكاس العالم للانديه، غير انه الهداف التاريخي. تخيل لعيب يعدي بوبي تشارلتون في احراز الاهداف، السير بوبي تشارلتون عداه في احراز الاهداف، ولما يروح في منتخب انجلترا بيعدي تيدي شرينجهام ويعدي كل النجوم الانجليز ويبقى الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا. ورغما عن ذلك لما بيعمل غلط بيقول انا غلطان، وعنده دور مجتمعي وهيؤديه، وفي الاخر المنظومه مشيت صح، وفي الاخر تم فائده المجتمع بقيمه وين روني اللي ده صوره وهو نازل من المحكمه. وطبعا يعني انذار كبير جدا لكل اللعيبه ان مفيش حد فوق القانون. هكمل مع مانشستر يونايتد، ولكن هذه المره مع احتياجات مورينيو. مورينيو اللي هي البرتغالي لا يكل ولا يمل في بناء فريق قادر مش بس الفوز على الدوري الانجليزي ولكن على دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. مانشستر يونايتد بيرصد 80 مليون يورو لضم الموهبه ساول خيمينيز، واحد من النجوم الكبار في فريق اتلتيكو مدريد، واحد من اللعيبه اللي عنده حلول سواء من الناحيه الهجوميه، عنده قدره على المراوغه، راجل بيعرف يجري بالكره كويس قوي، بيعرف يسدد، بيعرف يجيب اجوان. ولو حضراتكم تتذكروا في الموسم الماضي اتلتيكو مدريد عبر بايرن ميونخ بعد اول هدف، حتى كان في اليانز ارينا في ميونخ، بهدف ساول اللي احرزه في بايرن ميونخ. صحيفه ديلي ستار الانجليزيه قالت ان فريق مانشستر يونايتد عايز لعيب بقدرات ساول انه ينضم الى فريقه، وعايز يزود كتيبه النجوم اللي موجوده داخل الفريق، لان فريق بقيمه مانشستر يونايتد لما يصاب منه بول بوجبا وممكن يصاب مختريان وايضا متى، لازم يكون عندك عمق في القائمه، عمق يعني عندك لعيبه كتير في نفس المستوى، عشان لما يحصل عندك الموسم هناك بيبقى طويل وبيبقى عندك كذا بطوله، فتقدر تستخدم كل اللعيبه بتاعتك في كل الاوقات، وما يحصلش يعني زي ما تقول كده انك تفقد فراغ لنجم من النجوم في حاله الاصابه. هل هنشوف اتلتيكو مدريد هيوافق على هذا العرض ام لا؟ هل هيتعدى ساول؟ وبعد الارقام اللي احنا بنسمعها ان دلوقتي اقل لعيب في السوق الاوروبي بيتخطى ال 100 مليون يورو، اعتقد ان الاتلتيكو مش هيسيب ساول باقل من 150 160 مليون يورو. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.